الحبس لمدة عام بسبب أنه تشدته هو على ود الفساد في حمام مع راجل عام وهو مشدود في. أقسم بالله أخويا بكر، 2004 هادشي. أو في الحمام مع راجل؟ آه، وتشد عليها عام في الحبس. إذا بغيتيني إذا بغيتيني أرجع معاك مزيان ونولي نعملك مزيان وشكون في عيني زوينة وما نبقاش نضربك وما نبقاش نجي سكران، قلت لي أنا هادشي اللي بغيت. قال لي إذا بغيتي هادشي خصك اسمح لي على هاد الهضرة، ولكن قال لي خصك تنسي مع خوي. أو أو كل قرا مزيان أمين راح نوليو باخر. تنقول ليه لا سمح لي أنا ما نقدرش. تيقول لي أمينة راه خصك تشوفي مستقبلنا وتشوفي هادي. نقول ليه شتا بعقل في درجة وما كنتش قادرة نهضر. صافي قلت لي ديك المرة قلت لي أنك أنت ما كنتيش في الوعي ديالك، دابا كتقول لي أنك صحابك بجوج على ود 20000 صافي. مرحبا أمينة، تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تسمعك أمينة. سمح لي حيت أول مرة كنعاود القصة ديالي وكيسمعوني الناس. شوف خودي راحتك، صوتك راه مبدل أمينة، ما كاينش اللي عارف صوتك. شكرا بزاف شكرا. مهم أنا أول حاجة يعني كنت نبدا لك من الأول، ماشي مشكل. بداي من كاع داكشي اللي ضارك بداي. واخ مهم، أنا واحد البنت يعني كنت بنت العربية تنقرا مزيان، يعني المدرسة كانت بعيدة علينا تنقرا وشن يعني تمشي واحد المسافة عاد كنوصلو يعني في ترونسبور. مهم كنت كنقرا وتنجي يعني ديما نقاد زوينين وكل شيء. مهم أنا صغيرة في دارنا كنت كنمشي نقرا ونجي، دازت المدة وليت درت داخلي حيت على حساب وصلت للسابعة. درت داخلي تيش كنقرا ونقاد زوينين. مهم دوز السبعة ديالي التامنة التاسعة ديالي كنت مرضت. مرضت غير مرض عادي يعني الدوخة وداكشي، ما كنتش كنقرا ما تنقدرش. مهم جاو بزاف ديال الضغوطات اللي خلوني نخرج من القراية، وهنا فين عاد تغير حياتي كاملة. مهم خرجت من القراية جيت جلست في الدار، جلست واخا أنا صغيرة أنا صغيرة يعني عند ماما كنبان أنا الكبيرة يعني كنت عاطية العين. مهم يعني اللي شفتي يقول راها كبيرة. بداو كيجيو الناس كيبغيو يخطبوني. الناس اللي جات نقول لماما لا انا مازال ما بغاش نتزوج، كتقول لي يا ماما انت كتشوفي يعني كلشي قدامك، حنا ما فحلناش وحنا هادي وحنا هادي. انا المتطلبات ديالي بكل صراحه كانوا يعني كنطلب بزاف، يعني اي حاجه نطلب مثلا شي حاجه غاليه، وداكشي الوالدين ديالي ما كانش فحالهم. بقيت هكاك غاديه على داك الريتم. اللي جات نقول لهم لا، اللي جات نقول لهم لا، حتى واحد النهار قلت لهم واخا الا بغى يجي ما عنديش مشكل. هي هذيك اخويا اول حاجه اقسم بالله، واخا كانوا علاقه قبل ما عمرش علاقه ما كانت فازت الحدود، يعني علاقه مع شي شخص كتكون سيمانه كتسالي، يعني راك عارف داك السن يعني ديال الطيش، ما ولكن ما كانتش معمرني فت الحدود ديالي. ما كانت معمرني يعني فت الحدود ديالي ولا شي حاجه. برافو. هي هذيك منين جا واحد السيد بغى يخطبني، قلت لماما صافي الا بغى يجي مرحبا به نشوفو ديك الساعه يكون خير. قالت لي واخا. هي هذيك جات الام ديالو والاخ ديالو لعندنا شافوني بغاو، يعني كانوا كلشي فرحان بغاو. قلت لها انا شوف خالتي يجي الولد نشوفه يشوفني وديك الساعه يكون خير. قالت لي داكشي اللي غادي يكون. دازت تخيل معايا يومين، يومين جاو. قالت لها ماما خلي تدوز بعد سيمانه، قالت لها لا احنا مزروبين. يومين جاو. مني جا الولد ما قبلتش، الولد كبر مني بزاف شحال باينه يعني باينه، ما عرفتش ديك الساعه انا ما عمرني هضرت معاه، ما عرفتش شحال في عمره ولا تسميتو ما عرفهاش حيت ما عنديش علاقه بيه، يعني غير الجيران اللي جابوا لينا. هي هذيك منين جا لعندنا وداكشي انا ما ارتحتش ليه بكل صراحه، ما ارتحتش ليه نهائيا. قلت لها لديك جارتنا قلت لها شوف اختي انا ما بغيتوش. كتقول لي لا راه هذيك كنقول لها باين عليه كبير. كتقول لي ما كبيرش، ونفترضوا لا كان كبير راه السن غير مجرد ارقام، شوفي معاه تعيش. المهم قنعوني قنعوني، انا ما كنتش باغا، قنعوني بديك الهضره ديالهم. قلت لهم واخا صافي جاوا رصاو ديك الكلمه ديال الخطوبه زعما رحنا تخطبنا وداك الشيء. داك الشيء المهم اللي كاين صافي مشى قال لي تخلي لنا النمر ديال ماما كنبقاو نهضروا معاها. قلت لهم واخا. دازت عاوتاني يومين اخر صون عليا عند ماما. تما فين اول مره غادي نهضر معاها، تخيل معايا تنهضر معاها ترجف كل ما عرفتش ما نقول.
تنهضر معاه، بدينا تنهضروا هكايا واحد شويه، وليت راك عارف الام ديالي يعني كتخرج كتسافر، مثلا مابقاش نهضر معايا يعني كدوز مثلا 4 ايام 5 ايام حتى السيمانه ما تنهضرش. واحد المره ملي جات ماما قال لي شوفي انا غادي نجي عندكم للدار على حساب حيت هو عنده طوموبيل وداك الشيء، غير هي من واحد الناحيه حتى هاد الزواج راه ما كان زواج طمحيت اصلا من الاول، صارحونا انا الطوموبيل ماشي ديالو، ديال الام ديالو والدار ديال الام ديالو، يعني هو غير عايش وعايش. وفاش خدام هو تيصرفوا على والديه؟ ديك الساعه كان منين جا قلنا لي فاش خدام، قال لك داير تجاره، داير يعني محل في الكراج عندي وتنصرف منه وتنبيعو داكشي، عندنا طوموبيل تنخرجو تنبيعو فهمتي في السوق وفي كلشي راك عارف. صافي داكشي النت اللي كاين، منين قال لي غادي نجي غادي ناخد لك تليفون باش نبقى نتواصل انا وياك اكثر. قلت ليه واخا، وهذا هنا فين كيوقع الغلط. ومنين مشيت لعندو تخيل معايا، مشيت نهار الجمعة دزنا ناخدو تليفون، قال لي شوف التليفون اللي عجبك، قلت له انا ما عنديش مشكل اللي كان. قال لي صافي اختار التليفون، قال لي صافي خلي ترجعوا عندكم ناخدو التليفون. قلت لي صافي، يعني ما شراهش ليا، غير انه مثلا راه عينو مثلا عايشري ولكن هو ما شراهش بين لي زعما. مورا ملي مشينا قال لي داك التليفون، ملي ركبنا في الطوموبيل قال لي داك التليفون كاع ما زوين، هاك هاد التليفون ديالي انا غناخد ليا واحد اخر. قلت لي اللي بغيتي، انا اصلا ديك الساعه يلا عندي 16 عام ما عارفاش. قال لي هاك تليفوني، قلت له واخا. هي داكشي اللي كاين، مشينا للدار عند والديه، يعني معنا والديه معنا كلشي نهار الجمعه بالضبط. مشيت طلعت لعند والديه سلمت عليهم جلسنا معاهم، يعني داكشي انا ما رديتش ليه البال، ولكن كلشي من بعد كان داكشي كامل خطط. ملي وصلت كان الاب ديالو قال لهم انا غنخرج نمشي نصلي، بقيت انا وامو وهو. امو قالت ليه هبطها لتحت، هبط امينه لتحت، انا غادي نمشي نتقدى شي حاجه وغادي نجي. قلت لها غير خلينا خالتي هنا انت غير سيري. قالت لي لا غير بطل تحت منها تشوفي الدار فين غتعيش، يعني في السفلي. داكشي اللي كاين، منين هبطت معاه لتحت صافي بدا كيوريني الدار، فهمت يعني امينه شوفي راه كاين هذا بيت وهذا بيت وهذا. وصلنا لذاك البيت اللي يعني غنكونوا فيه انا وياه، هذا هو بيتنا امينه. صافي منين دخلت معاه بدا كيتقرب مني، انا كنقول ليه شوف راه داكشي ما خصش حتى شي حاجه تكون دابا، لا ماما ما بغاش، يعني ماما كتوصيني راه ما نقدرش نخون الثقه ديال ماما. كيقول لي لا ما تخافي من والو، انا ما عندي لك حتى شي حاجه، اصلا انا وياك مخطوبين. صافي شويه انا منين جيت نوقف ديك الوقفه باش كنوقف كيبان لي الخيال، يعني مور الباب يعني شي حد راه جاي. منين انا كيبان لي الخيال مور الباب تنقول لي فتح لي الباب بغي نمشي، كيقول لي معناتها دازتي هنا، يعني شي حد راه كان كيشوفني يعني سامعني انني انا كنغوت ولا كان يعني كنحكي، ولكن ما فتحش. باش كنقول لي خليني نمشي، كيقول لي نورا امينه راه الاب ديالي غادي يجي، خصنا نطلعوا دغيا. كنقول له خليني نطلع، لا انا ما قلت لك والو خليني نمشي فحال. كيقول لي لا انا خاطبك ولا هادي لا هادي. المهم كل صراحه حاولت نتحكم فيما فيه الكفايه لدرجه انني غوت، ولكن ما سمعني حتى شي حد. درت اللي في جهدي باش نمنعو ما قدرتش. صافي وكلت امر الله، قلت صافي استسلمت في الاخر، حيت اصلا بكل صراحه يدي ضروني بكثره ما داك الجهد باش كندافع على راسي، يدي عياو صحتي كنحس بها تهدات، ما يعني بحال ما بقاش انسان، بحال شي وحش كتحاربي انت وياه. المهم استسلمت وكلت امر الله وسكت. صافي ولينا منين طلعنا منين انا يعني بقيت كنقول لي صافي، كيقول لي صافي ما تخافيش انا راه موقع والو. لقيت باش انا منين بعد مني انا لقيت باش بقيت انا شنتو تنقول لي شنو درتي، كيقول لي موقع والو ما تخافيش ما كاين حتى حاجه. هي هذيك صافي نط لبست حوايجي طلعت، لقيتهم الام ديالو حاطه الغدا تغدينا. قالت لي واش غادي تمشي فحال؟ قلت لي غادي نمشي. مشيت فحال هادي جابني حتى لهنا للدار عند والديا، دخلنا السيد فرحان كاين حتى شي حاجه، تيضحك تيهضر مع والديا كاين والو. انا انفو منين جايبني للدار تيوصيني تيقول لي هاد الشخص يبقى بيناتنا انا وياك، راح متزوجين هادشي مخصوش يخرج، هادو راه عصر زوجين تقولي والو لوالديك انا راه غادي نتزوج بيك. صافي داكشي نيت اللي كاين،
انا ما رضيتش على راسي، ما نكتبش عليك، ما رضيتش براسي نهائيا. ما عجبتنيش ديك الحاله اللي مشيت فيها في شكل ورجعت في شكل اخر، وما قدرت نقول والو. يعني شي يومين وانا ما كنعش، على حساب واش كنقول نقولها لماما واش نسكت، ما عارفاش. ما عليناش، بقيت هكاك حايره تالفه، ما عارفه واش نقول واش ما نقولش، خايفه نقول شي حاجه ونصدق في المشاكل. نفس واحد الايامات قالت لي ماما راه غادي نسافروا، نمشيو نبدلو زعما شويه الجو وعرجع. المهم سافرنا، مشينا جينا تقريبا داز داك على داك الشي شهر بالحساب. ملي رجعت النهار اللي رجعت فيه قال لي شوفي امينه غدا ان شاء الله غادي نجيو نتلاقاو. قلت ليه لا ما نجيش، حيت عارفه شنو غيطرى في ديك المجيه. يعني عارفه الا مشيت معاه شنو غادي يطرى. قلت ليه لا. قال لي لا غادي نجي. قلت ليه لا انا ما نمشيش معاك، حكا بابا ما يخلينيش وهادي، بقيت كنخلق اعذار. ما عليناش، بقى كيقول لي لا. قلت ليه راه ما غاديش نمشي، من الاخر ما غاديش نمشي. قال لي صافي اللي بغيتي نخليك على خاطر. هي هذيك دازت واحد الايامات، عاوتاني ماما مرضات، بقاو الناس يجيو عندها تيشوفوها وداك الشيء. هذيك هي فين غيوقع المشكل، ملي بقاو تيجيو عندها الناس تيطلعوا عليها حيت مرضات مرضه خايبه. قال لي غدا غادي نجي عاوتاني نديك، غنمشي لواحد الدار بعيده ديال اختو خاويه، غنمشيو ليها. انا عارفه نفسي، راه قلت لك نفس الشيء اللي غادي يوقع في الاول غيوقع في ديك الساعه وانا كنتهرب. قلت ليه لا ما غنمشيش. قال لي عاد نمشي. قلت ليه ما غنمشيش. قال لي تحملي مسؤوليتك. قلت ليه نتحمل مسؤوليتي، ما غاداش معاك. صافي هو يقول لي غنقول لك جوج كلمات هادي في الليل. قال لي غنقول لك جوج كلمات اللي ما مشيتش معايا غدا نشوفك. قلت ليه شنو عرفتي شنو شريتك من الدار. قال لي اصلا انتيا لقيتك ماشي بنت، انا عسرتك. قلت له خويا اش هاد الهضره كتقول. قال لي كيف ما سمعتش. قلت له انا اصلا ما عمر في حياتي هضرت مع شي واحد وفت مع الحدود، يعني حتى ملاقيه نتلاقى مع شي حد، ما عمر ما تلاقيت مع شي حد، تلاقيت معاك انت وكتقول لي انك ساتيني. قال لي لا هادشي اللي كاين، بغيتي مرحبا ما بغيتيش طليها. قلت له اللي في جهتك ديرو، انا عارفه ربي معايا، انا ما دايره والو، حاجه اللي درتها معاك انت. ما علينا، عاوتاني الا غدا كيصوني ما بقيتش كنجاوب. واحد لقيته هو يصوني لمام، قال ليها خالتي بنتي شنو. قال لها غنجي ندي امينه معايا. قالت لي لا انا مريضه وما كاين حتى واحد معايا من غيرها، هي راك عارفه خواتاتها وخوتها كلشي مزوج، هي اللي معايا في الدار. قال لها صافي لما بغيتيش نجي نديها شدي بنتك عندك. قالت لي كيفاش. صافي الله يعاونك بغيتي تمشي سير. قال لها ولكن راه بنتك اصلا راه ماشي بنت، راه عسرتها. قالت لي اصلا انت اش قرب لك ليا هنا فين غادي. صافي ما دارت بها الدنيا، وكانت مريضه داتني للطبيب. من داتني للطبيب درت ديك الشهاده الطبيه، قالت لها ماشي. وتخيل معايا خويا بدر، اقسم بالله لا غدا للطبيب واش نقول، راه عاد مشي واحد تقول لي راه مازال بنت، راه مازال كاين شي امل. ما دايخه ما عارفاش. وانت عاودتي لك قلتي لها هو اللي تعدى عليك. قلتها لها قلتها لها، وتخلطوا لهم كلشي، ما تيقني حتى واحد. ما عليناش، ملي مشيت دخلنا عند ديك الطبيبه كتباتني، قالت لي راه ماشي بنت. قالت لها ماما شحال تقريبا. قالت لها تشرد عليه شهر وزياده، يعني الجرحه ديالها ربره. مع العلم انا لا تراس ديال حيت اصلا بصح راه ماشي كنقول لك، راه تخيل معايا شهر اخويا بدر ولا شهر ونص، ولا تراس ديالو باقي فيه ديال داك الزروقه ديال اللحم منين كان كي ملي كان كيقيسني كنت كنبعد، يعني لا تراس شي. قالت لي البنت لو غادي دابا ديري لها يمشي هو يتعاقب، راه يمشي يتعاقب حيت لا تراس ديالو راه باقي فيه. تلق ماشي وكلشي، لا تراس ديالو باقي فيه. ماما ما دارت والو، جا هو حيت عيطات لي قالت لي خصك تجي ضروري. منين جا قال لي انا ما عنديش مشكل نتزوج بيه. صافي ماما شفت عيط، قالت لك انا عندي ما ولا مثلا يمشي للحاب، شنو هتستافدي انت، انت حياتك هتضيع، انت اللي درتي، انت اللي فعلتي، يعني اللي ما كترجع لي. انا ما هدرت ما تكلم طريق كلها وانا تنبكي. صافي منين وصل ماما للدار، صافي قال لي عنديها معايا، يعني هنتزوج بيها. تخيل معايا ما عندي معاه عقد، ما عندي معاه حتى شي حاجه، ما واخده صداقي، واخده والو حتى حاجه ما عندي. صافي داكشي كامل سمحنا فيه. قالت لي ماما صافي بغيتي تزوج بها تزوج بها، انا ما عندي ما ندير بها، ديها عليا في حالها. صافي منين تحداتني ما عندي ما ندير بها. صافي ما نكذبش عليك، يعني كنشوف كلشي حتى انا بحال كاع البنات، كان عندي حلم انني ندير العاس ولبس انا ديك الكبار بيضاء وشحال داكشي كنلقاه كامل مشى كله
كله كان كذوب، كله ما عارفاش راسي كنقول واش بصح هو اللي استعد عليا ولا يمكن انا ظالمه. يعني عشت واحد وهذيك الساعه يعني ملي كان مع والديا كان كيواجه كيقول لي سيري جوج كون ضحك عليك سيري هذه، كنقول له خويا راه نتا، كيقول لي سكتي ما تهضريش لا هو لا ماما، صافي كنسكت. ملي مشيت عندهم للدار ودخلت بحال ما كاين والو، سيد ولا واحد اخر شي يضحك معايا ويجي نورا هاد امينه شنو خصك شنو بغيتي شنو نجيب لك، يعني عاملني مزيان مع والديا كان كيعاملني العكس. صافي وكلت امري الله، بقيت كنشوف مو قالت لي اي حاجه خصك، ما لقيتش حتى الفراش، قالت لي عاد نشريو لك الفراش نشريو لك كل شيء. قلت لها واخا انا ما خصني والو، مصطبغ يكون غير ولد الناس. مشيت بقيت هكاك ما عارفاش، تخيل معايا كنيت وما عارفاش، عارفه سنيت وصافي حتى حاجه ما عارفاها عليه، لا شحال في عمره لا والو. حيت داكشي دا تقريبا قلت لك شي شهرين هكايا ما بين الخطوبه وداكشي، ولا 3 شهور بحال هكا. المهم منين دوز السيمانه قلت لي شوف انا ما باغاش الاولاد، انا خصك تجيب لي الكينه باش نبقى نشربها باش ما نولدش. قال لي شوف الا ما بغيتيش نجي الاولاد، انا باغي الاولاد، انا كبير خصني الاولاد. بقينا مغاوتين على داكشي، ماما ما كتهضرش معايا، خاصني دازه معايا كنصوني عليها ما كتجاوبنيش، ما كاينش اللي ينصحني، ما كاين اللي يوريني، خواتاتي وخوتي ما تيهضروش معايا، يعني كلشي سمح فيا داك الوقت اللي انا كنت محتاجه. يعني 16 عام ما عارفاش مازال، يا ريتهم كون سمحي نقطعك، سمحي لي نقطعك، بزاف الناس يسافروا دابا راه اللايف تيخرجوا ما عرفك، كلشي بك على جيم عافاك، كلشي بقي برك على جيم بحال هكا، كل واحد يكتب جميل، كلشي يكتب جميل عافاكم، كلشي كلشي. سمحي لي قطعتك، كملي يا امينه. ياك امينه لا تسيني امينه اها كملي لي امينه. قلت لك ديك الساعه من موراها منين وقع داكشي، هو قال لك انا باغي الولاد، قلت له صافي كون خير، ما بقيتش اصلا ما تنخرج باش عند اخت كينه ولا عند اختي حاجه. قلت امر الله، جلست في حالي واحد النهار تنجمع في الاوراق بعدا موراها بديت كنرد، يعني راك عارف الاعراض ديال الحم. جيت تنرد وداكشي، المهم يعني راك عارف انا ما عرفتش داكشي واش كنقول لي راني مريضه، كيقول لي يلاه ما تخافي من والو راه ما كاين فيك والو. هي هادي كنا كنسافروا لواحد المدينه وتنجيو على حساب حيت عندهم السكن على جوج مرات، يعني وحدين بلاصه ودار في العربيه. مشينا اللي الدار اللي في العربيه غير انا وياك، تما فين بدانو فيه الاعراض ديال سميشو، يعني تنرد تندوخ ما تناكلش شحال من حاجه. قلت لي خصني نمشي للطبيب ضروري، عيطت على ماما قلتها لي هذيك الساعه. المهم كانت تقريبا دازت على داك الزواج شي 3 شهور بحال هكا اولا شهرين، قلت لها ماما قالت لي صافي منين تخيل معايا خويا بدر الى الفلوس ديال الطبيب تنجمعها انا ب 20 درهم، ب 20 درهم تكمل ديك 150 درهم ديال الطبيب باش نمشي ندوز. ملي مشيت قال لي راكي حامله وعندك شهرين. صافي ما بقى لي ما عندي، تقول صافي اللي قسم الله هو هذا. تخيل معايا الطبيب كنقول لي دخل معايا باش نشوف راسي واش حامله ولا، كيقول لي ما ندخلش عسيري غير انت. ما عندوش داك السيد اصلا من واحد الناحيه باش نوضحوا هنا، مبلي شنو هو كيكمل الحشيش. مبلي كيكمل الحشيش. تاني حاجه كيسكر قال بلي تيديرو، كنت كنلقى عنده موراها، انا غنقول لك شنو لقيت عنده من وراها. صافي بقيت هكاك، مشيت للدار، ملي مشيت قلت انا فرحانه يعني حيت حامله وداكشي، قلت لها قلت لها خالتي راه شنو شنو، قالت لي شنو هو، قلت لها خالتي راني حامله، قالت لك طيحي تولديش. قلت لها خالتي انا راه معاكم في الدار، علاش انا قصر الروح نروح لي في كرسي عندها شهرين. قالت لي لا ما بغيناش حنا الاولاد. ملي جا ولدها دخل فرحات بيا وعنقاتني، يعني انا في وجهي راه قالت لي هضره، ملي شافته هو تعاملت معايا مزيان، حتى ما فهمت والو، حتى كنشوف المراه عنقاتني وكتقول لي مبروك الله يكمل كلشي بالخير فرحت ليك. ما فهمتش يعني علاش انا عاملتيني ديك المعامله، ملي جا ولدك عاملتيني معامله اخرى. عنقاتني بقات كتقول لي مبروك وهادي وهادي والله يكمل كلشي بالخير، قالت لي علاش ما ديتونيش معاكم، نشوف حتى انا انها راه حامله، قال لها هادشي اللي كتب. المهم منين مشيت ولات كتقول لك في هاد الوقيته، منين عرفوا انني حامله كلشي تبدل، هما ما بغاونيش عائلتهم ما بغاونيش نولد، هو تبدل معايا 100% كلشي لقيتو. تخيل معايا منين في داك الشيء وانا راني حامله، واحد المره بديت كنقلب في الدار تلقى عنده الشوكات صغارين ديال الزاج، تنقول ليه شنو هاد الشيء، تيقول لي لا ما هاد الشيء راه غير سميتو غير الدواء ديال الوالده ديالي كانت كتدكم تيبقاو عندي شوكات ديالها،
انا ما كنتش عارفه كاع داكشي اللي على الشوكات، وبالضبط معاهم واحد لاستيك بحال لاستيك داك اللي كيكون عادي بحال كتديروا بيه الفلوس ولا شي حاجه، لاستيك عنده هادشي صندوق عامر. موراها وليت كنلقى، لقيت السيد قلبت في العمر ديالو لقيت عنده 37 عام، انا عندي 16 وعنده 37. يلا عرفتي العمر ديالو تضربتي معاه يلا شحال الزواج تقريبا؟ ما عرفتش بالضبط، المهم ديك الساعه راني حامله، عندي الحماله ديالي عندي شهرين شهرين وثلاث شهور اللي عرفتيها قبل ديك الكوين. ثلاث شهور عرفتي؟ هي 5 شهور. عاد عرفتي شحال في عمره؟ عاد عرفت لاكارت ديالو ما كانش كيوريها ليا، ما عمري شفتها. موراها بديت كنشوف الوراق، كنلقى السيد بايت داخل الحبس. اش هادشي كنشوف يعني تحطيت في امر الواقع، كنلقى السيد طافي داخل الحبس. باه خويا بدر اللي بوا باه داخل الحبس عام بسبب من؟ بسبب الفساد مع سمحوا لي على هاد الكلمه هادي، ولكن راه اللي في قلبي غادي نقول. يعني باه اللي هو الاب ديالهم قال كلمتي عليه، واللي كيصلي الفجر ومتقي الله كل شيء، لقيتو باه مشدود في الحبس لمده عام بسبب انه تشد هو على ود الفساد في حمام مع راجل عام وهو مشدود في. اقسم بالله اخويا بعد 2004 او في الحمام مع راجل وتشد عليها عام في الحبس. واو. وداك العام ما غير على ود الفلوس. واو 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 واو. موراها لقيته هو فايت مزوج ومطلق اللي انا معاه ما فراسيش. لقيته مزوج ومطلق، بقيت كنقلب الوراق ديال الطلاق، لقيت عرفت سميه البنت اللي كان مزوج بيها، لقيته مدوز معاها عام. في الاخر قال لهم انها لقيتها بدون عذر، هادشي اللي بغى يدير ليا تاه يعني، قال لهم لقيتها بدون، ما عندهاش يعني ماشي بنت. صافي شحال نقول لك، تلفت ضاقت بيا الدنيا، ما عرفتش كنلقاها، لقيت الدوايات، لقيت عران ديال داكشي ما عرفتش شنو هو، شي حوايج عرفتهم شي حوايج ما عرفتهمش اخويا بدر كاع ديال داكشي. وبزاف واحد الصندوق فيه شي آلات ما عرفتش شنو داك اللي عجب، المهم شي حوايج عرفتهم شي حوايج ما عرفتهمش كاع. وكلت امر الله صوني ديك الساعه لماما، قلت لها ماما شنو كاين شنو كاين شنو كاين، السيد راه لقيتو فايت مزوج ومطلق وكيدخل الحبس وشحال من قصيده داير، ولقيتو فايت مضروب راسو. يعني تخيل معايا خويا بدر انها الودن ديالو محيده، انا ما فراسيش يعني غير داير ليها ما عرفش شنو داير لها داكشي، واحد الودن ما تيسمعش بيها على حساب شي ضربه في راسو، ما عرفتش انا ديك الضربه ديالها اش من قلت زعما مركب. دابا هو كيفاش نقول لك يعني اخويا نص في الودن ديالو ما كاينش. انا ملي سولته قال لي خلاقه. ما قالش لي الصراحه، قال لي خلاقه من عند الله هكاك زاديت. ملي كنشوف التصاور مخرج التصاور هكاك ديال ديك الضربه كنلقى راسو كامل مخيط، الودن ديالو كامل دم. صافي حطيت داك الشيء كنشوف فيها قدامي وحامله واش غندير. صونيت الماما قلت عليها، قالت لك هادشي انت اللي درتيه النهار الاول، النهار الاول ما تخليش يقيسك، دابا تحملي مسؤوليتك. قلت لها عندك الحق. صافي شتي داكشي جمعتو، عيط لها قلت ليها علاش كتكذب عليا في الاول، صارحني علاش انا شنو درت لك انا اللي كتعذبني في حياتي حتى لهاد الدرجه؟ قال لك لا وهادي وسمحي ليا وانا ما قصدتش وانا هادي. صافي سكت ما عليناش، سكت ديك الساعه. صافي كنشوف امر الواقع فيه انا، جمعت داكشي ودرت حاجه ما كاين. وهنا فين عاد تغير عاوتاني كلشي، ما عليناش، بقيت هكا تكرفيت الفيق بكري، تخمالت شفاف كلشي على ظهري. تخيل معايا الماكله كتخبيها عليا مول، وحم ديالي حتى حاجه ما حتى حاجه متشهيته وحضروها عليا، الحم ديالي كله دابا بنتي حاليا راه فيها تحيمه بسببهم هم. تخيل معايا خويا بدر الا كانت شي حاجه شي يخبيوها عليا ما تعطيوهاش لي، كنشوفها بعيني وما ناكلهاش. ما عليناش، ملي كنت كنقولها ليه كيقول لي انت اصلا ما كبرش في الخير، حيت كنتي كبره في الخير ما تشهيهاش. كنقول لها اخويا راه هادشي كامل غير وحم، واش انا لخاطري؟ كيقولك ما عندي ما نديرك. ما عليناش، كنشوف امر الواقع وكنسكت، حيت هادشي انا اللي درتو لراسي وهادي معترفه بيا. ما عليناش، بقيت هكاك دوزت تقريبا ديك الساعه بديت كتبان ليا كرشي تقريبا راه عندي 4 شهور ديال الحماله. حتى لواحد النهار هنا فين غادي يتقلب عاوتاني كلشي، واحد النهار جالسه كضرب بوحدي
يعني في دارهم الفوق تنجمعوا داكشي حتى كيجيب باه دخل داك يامر فيا. هو اصلا المؤامره كانت فيه يعني ديما تي هو تيامر وانا تنفذ ديري هادي فعلي هادي بحال يعني تيدخل في داكشي ديال الشغل ديال العيالات. ملي جيتي يقول لي ديك النهار شرينا لك الحوايج علاش ما كتلبسيهمش؟ ماشي شراهم غير صيفطهم ليا عائلته صيفطهم لك بنت بنتي حوايج ديال العصر علاش ما كتلبسيهمش؟ كنقول لها عمي داك الشيء راه غير سراولتي واش انا نلبس سراولتي في الدار؟ تيقول لي لبسيهم وتلقاي شعرك علاش ما كتلقاي شعرك؟ كنقول لها عمي راه انا في الدار يعني ما يمكنش ليا ندير هادشي. صافي شوي انا مع العلم انا اصلا كنت كنحتارم يعني تلبس حوايج طوال تلبس داك الشيء مستور شحال من حاجه شعري تنغطيه كلش. هادشي اللي كيقول لي غادي تحني دابا قدامي وغادي تشفي باه لي والدو باه لي والدو عنده تقريبا شي 80 ولا 70. واو 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 تيقول لي تحني هكا قدامي وتشفي وتمسحي الغبره. كنقول لها مي واخا غير حيد وانا غادي نشف حيت انا حنا قدامي يعني راه شوف موعيد. قلت ليه لا حيد قال لك لا غير شفي هاني انا بحال باباك. صافي شويه ما قدرتش يعني انا ما عطانيش خاطري وقفت هكا ويقول لي قلت له انا بطف حالي ويقول لي اسمي نقول قلت ليه شنو؟ قال لي خصك ديري واحد الحاجه في بالك. قلت ليه شنو هي؟ قال لي انا هاد المراه اللي مزوج بها راه كاع ما باغيه. قلت له وانا علاش كتقولي هاد الهضره؟ قال لي انا عا قلت لك عبد ديريها في بالك واحد الوقت غتعرفي علاش. صافي سكت شنو ما بقى لي ما عندي. صافي دخلت سكت ما قلت لي ما بغيت نقول لولد والو شنو غنقول لي؟ نقول لي با كيقول لي ديك الهضره سكت موراها ولدي ما تيبقى يامر فيا نور خص امينه خصك تحني امينه خصك ديري يعني شي حوايج اللي ما يمكنش. حيدي الشان ما ديري الشان في الدار عري شعرك لبسي شي حوايج اللي ما يمكنش انا كتلبسيهم انت تما بالخصوص انت محتار انت كتلبسي شي حاجه اللي هي يعني مخلب داك الشيء. حتى واحد النهار في رمضان ديك الساعه قربت نولد في رمضان راه شي راه كرشي لفمي. المهم قربت نولد في رمضان راك عارف مور الفطور وداك الشيء تيطلع هو الفراش تيطلعوا للسطح وتيجلس تما في السطح حتى كيبغي ينعس عاد كيهبط لتحت. هي هذيك فطرنا جمعت الدار خملت وداك الشيء مرتو مشات البيت سكات نسات انا بقيت وسط الدار تنتفرج ويعيط ليا قال لي نورا قلت ليه شنو؟ قال لي طلعي معاك ديك الملاية واجي. انا على نيتي قلت راه يمكن السيد بغا يتغطى ولا بغا يقدر يكون زعما جاه البرد ولا شي حاجه. هي هذيك منين طلعت انا تما السطح ديالي ملاي قلتها يعني لخالتي قلت لها خالتي انا غادي نمشي ندير لعمي ملاي قالت لي صافي ديها لي. قلت لها واخا ديك الساعه راه عندي 17 عام المهم مازال يلاه قريبا نكملها. منين طلع هذيك الملاية وغادا وصلت دخلت لتما السطح مديتها لي انا رجع بحال ويقول لي امين حبسي نهضر معاك. قلت لي امي كنسمع. قال لي دابا انت علاش كديري هاد الشيء؟ ويحي لي الدرة من شعري شعرك راه تيجيك زوين هادي بقى كيتقرب مني تنقول لها ماشي شنو تدير الله يديك بعد مني. تقول لي لا اسمعي غير نهضر معاك اجي جلسي ونهضروا عليا. كنقول لها لا راه خالتي تتسناني لتحت خصني نهبط. تقول لي ما تتسناكش هي راه لتحت اصلا كاع ما مسوقه لك جلسي معايا انا بغيتك. تقول لها ماشي هاد الهضره تتقول لدرجه وليت انا كنبعد من ديك الساعه راني حامل راه كلشي اصلا كبير. شويه بدا كيجرني من حوايجي انا باغا نهرب منه هو تي صافي حتى شويه عاوتاني نفس الشيء انا تنهرب منه لدرجه اقسم بالله سقطات ليا البيجامه من فوق حوايجي. منين ديك الجرابه الجر هكا وتقطعوا لي انا حوايجي يعني لتحت راك عارف بوقت الصيف ورمضان يعني لحت تقريبا نقول غير شورت وصوفات من لتحت. عاوتاني كذلك بقى كتجار معايا واحد الوقت انا ما بقادرش نغوت ما بقيتش نغوت ولا شي حاجه ما بقيتش زعما نجمع الناس ولا صافي بقيت هكا هباطه كنسمي شو ويجي ولدو اللي هو راجلي شافني في ديك الحاله كيقول لي مالك انا ما قادرش. صافي منين شفتو بقيت كنبكي بقيت كل كنترعد. قال لي قلتي طلع عند باه حتى كيتغاوت هو ويا امو كتقول لي هادشي اللي بغيتي امو بدات كتقول لي راه هي اللي كانت كتقرب مني هي اللي كانت كتغري. قلت لي انا خالتي ما قادرش انا نهضر هو بدا كيقول لك وكانت هي كتغري راه ما تهبطش هكاك في ديك الحاله كامله كترعد كره بقات معاه. قال لي اصلا هو من تما فين غادي تجبد عاوتاني ديك الهضره اللي انا لقيتها. قال لي هو كو كانت غتغري ما يتشدش هو عام وهو مشدود في الحبس علاما وهي تسكت.
صافي ديك الساعه انا ما قدرت ندير حتى شي حاجه. شنو عندي صافي هبطنا.